إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به عنا الهمة. فأحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد كلام أحسن من كلام الله سبحانه وتعالى، وخير كلام هو الوحي الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي به حياة الروح وبه فلاح الأجساد فلاح الأرواح، وبه يعني عصمة المؤمن من الذنوب والخطايا. فلا بد من الاستمساك بالوحي والاعتصام بهذا الحبل المتين والاستنارة بنور هذا القرآن. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلناه. تحدثنا في كثير من الأبواب من شرح كتاب المنهاج من ميراث النبوة، قلنا هذا الكتاب يشتغل على القضايا التي يجب أن يتبناها كل مسلم، على التربية العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، على الأفكار والأحوال المهمة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها. يعني هذا أعم الموضوع العقيدي، لأنه يعني مبني عليه أشياء اللي هن مركزيات في الشريعة، زي مثلا مركزية العمل. تحدثنا مثلا عن مركزية الوحي، إنه كل مرجع للمسلم، أعظم مرجع للمسلم هو الوحي، القرآن والسنة. وتحدثنا عن إنه التزكية ضرورية، الإنسان يزكي نفسه ويعود على نفسه بالتهذيب. وكذلك مركزية العلم، وأن يقرأ الإنسان وتعلم، خاصة تعلم دينه، تعلم عن الله سبحانه وتعالى. مركزية العمل، إنه كل إنسان الهدف من الإسلام لما نزل على بني آدم أن يعمل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما ذكرها بصيغة الفعل ولم يذكرها بصيغة خلص مجرد المعرفة، يعني يعرفون أو يتثقفون. خلقنا لنعمل، خلقنا لنعبد. فمركزية العمل، مركزية العبادة، مركزية النية في الشريعة وأثرها على العمل وأثرها على العامل وأثرها على الكافر وأثرها على المؤمن. تحدثنا في كل هذه الأبواب، كأن هذه الأبواب كلها كانت عبارة عن تمهيد للباب الذي سندخله في هذا الدرس. وبابنا اليوم والباب الذي بعده كأنه بدنا نبدأ يعني نطبق الأمر على أرض الواقع، ما تعلمناه سابقا علينا الآن أن نطبقه على أرض الواقع. باب يتقدم في جملة، باب في تحمل الفرد المسؤولية أو مسؤولية التكليف تجاه نفسه وغيره. الباب اللي بعده إن شاء الله هذا في الدرس، درس الغد بإذن الله، في مسؤولية العامة تجاه الإسلام والمسلمين. يعني كل مسلم عليه مسؤوليتين، كل مسلم فينا في الحياة عليه مسؤوليتين، مسؤولية تخص نفسه والبيئة المحيطة به، هناك مسؤولية أنت كونك فرد في أمة. يعني أنت الآن جزء فرد، أو فرد ضمن أسرة، أو فرد ضمن روابط وعلاقات جوا بلدك، هناك أيضا عليك دور كفرد جوا أمي تعدادها مليار ومليارين. يعني لازم تنظر إلى نفسك أنك فرد من هذه الأمة الكبيرة. فهناك دوائر، في دوائر صغرى ودوائر كبرى. فالذي سندخله فيه اليوم إن شاء الله هو قضية الدائرة الصغرى هذه، أنت ومن حولك. قال الله سبحانه وتعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. طب السؤال هنا، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقاتل في المعركة كان يقاتل لوحده ولا كان ضمن مجموعة؟ يعني هذه الآية الأفضل نحملها على الباب، مسؤولية تجاه نفسه ولا مسؤوليته تجاه الأمة؟ لأنه موضوع القتال والجهاد وحرب أمي تتحرك، أمي قاعدة. ولكن أدخل الشيخ هذه الآية في هذا الباب ليقول لك إنه بغض النظر عن إنه أنت الآن ضمن عملية تخص الأمة، إلا أنت عليك مسؤولية خاصة في حد ذاتك. وهذا يتحقق في من يعرف معارك النبي صلى الله عليه وسلم، يرى إنه وصل فيه الحال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه توصل فيه في المعركة لا يكون إلا هو وحده، أو اثنين معه، أو أربعة معه، أو ستة معه، أو مئة معه. في جيش ممكن يكون تعداد 3000 أو 10000 أو 30000. تخيل إنه ممكن تصير أثناء المعركة وضع لا يثبت فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. كأنه مفتاح هذه الآية لو نطبقها عليك أنت شخص مسلم، إنه لو كل الناس ظلموا أنفسهم، لو كل الناس ضلوا،
لو كل الناس زاغت قلوبهم، لو كل الناس فجروا في المعاصي، لو كل الناس يعني طغوا وكفروا وأنكروا فضل الله عليهم ورموا الإسلام وراء ظهورهم، ستبقى عليك مسؤوليتك تجاه نفسك، أن تصلح نفسك، أن تتقي الله، تعمل بما أوجبه الله عليك، وليس لك علاقة بالنتائج، وليس لك علاقة في حال باقي الأمة. ولهذا في بعض الأحوال أنت بتؤمر معروف تنهى عن المنكر، ولكن إذا لم يستجب أحد للأمر معروف عن المنكر، وقتها بتيجي آية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضرك إذا ضل الناس إذا اهتديت. ولهذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها. الناس باخذ هذه الآية في البداية إنه يا أيها الناس يعني عليكم أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا إيش؟ كل واحد مؤمن لحاله ما تدخلوش في غيره. لا، غلط. قال إنكم يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، قد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم، حتى قال: ولتأطرنه على الحق أطرا، يعني لتوصل فيكم منكم تمسكوا الظالم تمرمغ وجهه في التراب عشان يرجع للحق. يعني قضية الأمر معروف عن المنكر يجب تبقى أمر ركيز في نفسك، بأنه أنا لازم أبدأ أصلح الناس وأنكر المنكر، فيش إشي اسمه أنا حر بحالي. ولكن في حال عملت هذا الواجب اللي عليك كمسلم أنك تأمر معروف تنهى عن المنكر ولم يستجب أحد، وأكتب نقول: لا، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذن فحتى في مسألة القتال وانت فعرك، كل الناس خليهم فروا من المعركة، فروا من الزحف، شو تسوي حالك؟ اثبت. ولهذا في معركة أحد، هذا كان أبرز المواقف الصعبة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لما نزل الرماة عن الجبل، النبي عليه الصلاة والسلام في معركة أحد حط رماة عن الجبل: كلهم لا تفارقوا أماكنكم، لا تبرحوا أماكنكم، ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير، يعني لو شفتوا يعني خلص هربوا، يعني غلبونا ومتنا وانقتلنا ودشروا أجسادنا، لدرجة إنه دشرونا لحد ما أجت الطيور تخطف أجساد المسلمين، يعني تأكل من لحومهم، تتخطفنا الطير، لا تبرحوا أمنكم حتى أذن لكم بذلك. شوف الشدة في الأمر. ولو رأيتمونا غنمنا لا تبرحوا أمنكم، حتى لو غنمنا وتملكنا رقابهم وحتى في الغنيمة زي ما تقول، تخيل دبابات وأسلحة مثلا، غنيمة صح؟ هم بكل اسم الغنيمة، في عندك أسلحة، في لباس، في طعام، في مواشي، في بهائم، في جمل قاعد برمح حصان حكوا 100,000 شيكل حصان عربي ولا 200,000 شيكل حسب زمان، كل هذه غنائم. فتخيل لو شفت كل الغنائم قاعد بتفر من بين إيديك لا تنزل عن الجبل، ومع ذلك نزلوا وحصل الذي حصل، والتف أبو خالد الوليد من وراء الجبل، وكان المسلمين بين فكي كماشة، يعني صاروا مشركين من أمامهم وخالد الوليد ومن معه من خلفهم، فانحشروا. فهذه الحال تفرق المسلمون، كل واحد راح لجهة. النبي عليه الصلاة والسلام عشان يحمي ظهره لجأ لشعب، يعني الشعب اللي هو بداية الوادي ما بين الجبلين، زي طريق جوا واد جوا بين جبلين، فحمى ظهره من خلال هذا الشعب عشان إيش؟ يأمن ظهره. فبهذه الحالة ما كانش مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا نفسه، وبعدها انضم له أبو طلحة، بعدها انضم له لأخرى صحابي ناسي اسمه، وبعد أجعب عبيدة بن الجراح وأبو بكر الصديق، والمرأة برضو نسيت اسمها اللي أيضا كانت موجودة في المعركة. فهذه الحالة يعني كان مع النبي عليه الصلاة والسلام البعض القليل، حتى كان معه 6 من الأنصار وقتلوا واحد تلو الآخر وهم يدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام. في معركة حنين، شوفوا هنا برضو النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه في كثير من المسلمين رجعوا هربوا وفروا، في منهم اللي جت على ركبتيه خلص قال لك هلكنا، فأجى عليهم رجل من الصحابة قال لهم: على ماذا تقعدون؟ قالوا: سمعنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. قال: يعني خلص خلصت الحياة، قوموا فموتوا على ما مات عليه، يعني بتكون تقولوا يعني فراح جاهد وقاتل. إذن ففي ناس اللي يئست، في ناس اللي فرت، في ناس اللي التحقت بالمشركين صارت تقاتل، وظل النبي عليه الصلاة والسلام ومن حوله في هذه المعركة. هل فر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يئس؟ هل خلص قال يعني إذا كل المسلمين ضلوا شو ضل؟ بالعكس، كان يقاتل ويقول: رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون، رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. في معركة حنين نفس الشيء صار، كانوا عددهم 30,000، وأعجبتكم كثرتكم، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. 30,000 في معركة حنين تفرقوا، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 100 من الثابتين، حتى إنه كان يجاهد ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
وكانوا يقولون كان إذا اشتد الوطيس حمي الوطيس في الحرب كنا نحتمي في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المسؤولية مش بس على النبي عليه الصلاة والسلام، مسؤوليتك في هذه الأمة تكون لنفسك، اعمل الواجب اللي عليك. هذا ما نستفيده من هذه الأبواب، والأبواب التي ستأتي معنا، الآيات والأحاديث التي ستأتي معنا هي تابعة لهذا المعنى العام. وين ما بيبقى دورك في الأمة يجب أن يكون عليك تحمل مسؤولية نفسك وما يجب عليك. لا تقصر في نفسك بحجة، يعني لا تقصر في الواجب، أو خلينا نقول لا تقصر في المتاح بين يديك من الواجبات بحجة أن الأمة ضلت والأمة فسدت والأمة كذا. لا، عليك واجب اعمله. كنت معلما كمل تعليمك، كنت منفقا في سبيل الله لا تقطع النفقة، كنت وين ما يكون كنت مسؤول اعمل في مسؤوليتك، أمر معروف ونهى عن المنكر، وين ما كنت اعمل الواجب اللي عليك ولو ضل كل الخلق. وقال سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذه الآية برضو تتحدث عن مسألة انه حتى لو انك انت ضمن اطار امي، ضمن اطار امة الاسلام، واحنا اليوم نقول يا امة المليار وينك يا امة المليار، صح؟ لو كنت ضمن هذه الامة التي عم فيها الفساد الا من رحم الله عز وجل، الا انك يوم القيامة ستأتي الله عز وجل ايش فردا، وستحاسب لوحدك، ستحاسب على واجباتك، ستحاسب على تقصيرك، ستحاسب على ما قدمت وما اخرت. وقال سبحانه وتعالى واتقوا يوما، اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا واحد يتحمل مسؤولية الثاني. إذا أنت كنت أم مثلا، خلينا نقول على مستوى النساء، كنت أم وقصرتي في حق أبنائك، فأنت برضه راح تتحمل هذه المسؤولية. ولو أنت عايش في أمي فاسدي وكذا، عليك مسؤولية تجاهب لأولادك، مسؤولية تجاه الزوج، مسؤولية تجاه زوجة الإنسان، يعني إنسان تجاه زوجته، تجاه أولادي، في عليك مسؤوليات، عليك بمسؤوليات نفسك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين. الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له يا أيها المدثركم فأنذر، بدأ يعلم النبي عليه الصلاة والسلام شو الأشياء اللي أنذر عشيرتك الأقربين، شو الأشياء منين يبدأ، منين يبدأ. فبدأ بعشيرته الأقربين، فراح النبي عليه الصلاة والسلام وصار ينادي في عائلته يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم. حيثين نستعمل كلمة اشتري راحتك، صح؟ تلك مثلا متكاتل مع واحد، اشتري هدت بالك، اشتري راحتك، يعني ضح يعمل، يعني تنازل، فيها 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 مجاهدة، صح؟ لما أقول لك اشتري راحتك فيها مجاهدة. كأنه النبي عليه الصلاة والسلام بكل الناس يعني اشتروا أنفسكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل الناس يغدو، كل ناس يغدو، فبائع نفسه فمعطيكها أو مبيقها. يعني كلنا بنبيع أنفسنا، فيش حدا ما يخذ نفسه إله. إما بتبيع نفسك للهوى فتضل، أو تبيع نفسك لله فتفوز. في ناس ببيع نفسه للمال، برخص من حاله عشان مصاري، في ناس برخصوا حالهم عشان نسوان، في ناس برخصوا حالهم عشان مناصب، في ناس ببيع نفسه عشان الله، ويسجد ويمرغ وجهه في التراب عشان الله، ويصبر ويقضم غيظه عشان الله، ويتحمل مثلا خطأ من صاحب، يعني واحد من أصحابك غلط في حقه فتتصبر عشان ربنا، وتحلم على الناس أثناء دعوتهم إلى الله، يجوز يرضوا عليك مثلا بشدة وأنت متزمت وأنت متشدد، فتصبر وتحسب وتحتسب الأجر وتأخذ على نفسك لله. فهذه يسموها أن الإنسان يتواضع، يتواضع لله عز وجل. ولهذا قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. ربنا قال له أنذر عشيرتك الأقربين، وهذه الجملة كافية. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفاش بهذه يا معشر قريش، بل بدأ بالتفصيل وقال يا بني عبد مناف، اللي هو بطن من بطون قريش، يا بني عبد مناف اللي هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم دخل في التفصيل يا عباس بن عبد المطلب اللي هو عمه، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، أو يا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني كل إنسان مسؤول عن نفسه، حتى بنت الرسول، بنت الرسول مسؤولة عن نفسها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، حتى عم النبي اللي من آل البيت العباس بن عبد المطلب وآل البيت وهم الشيعة ينفخوا، هذولا خلص نقول نجوا، هذولا أولياء، هذولا فوق الأنبياء، حتى جعلهم فوق الأنبياء وصاروا يستغيثوا فيهم، حتى هذول الرسول نفسه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق قال لهم لا أغني عنكم من الله شيئا. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أغني عنهم من الله شيئا.
لهذا في كثير من الناس ضل الطريق وصار ينادي مدد يا رسول الله، أغثنا يا رسول الله، أدركنا يا رسول الله. وهو الرسول قال لك لا أغني عنك من الله شيئا، اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك. الرسول مش راح ينفعك هسه، قاعدين بنقول الأم قاعدة تذبح من الوريد إلى الوريد، أمة الإسلام وتحت القصف وتحت الهدم ومتفرقة ومتشرذمة وضعيفة، أم ضعيفة، وينك يا رسول الله؟ وبصير يقول ومعتصماه، بستنجدوا في المعتصم، بستنجدوا كذا. لا يا أخي، لن ينفعك أحد إن لم تنفع نفسك، وإن لم تقم بالواجب تجاه نفسك وتجاه من حولك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام فصل في ذلك. وفي هناك حديث يشابه ذلك من ناحية أن الرسول فصل، يعني أعطى معنى عام ولم يكتف بذلك، ولكن ذكر التفاصيل. سبحان الله، الناس أحيانا تجد كله مثلا شغل عامي، بجوز ما أحد يحملها حاله، ولكن لما تكون له إياها بالاسم أو بدوره أو بوظيفته بيحملها حاله بشكل أدق. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حديث كافي صح. ثم قال: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فصل الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما نتحدث عن قصة مسؤول، ايش يعني مسؤول؟ احنا اليوم مسؤول يعني شو؟ تشريف. هذا صار مسؤول في البلد، مسؤول في الدولة، مسؤول في الشركة. لا يا اخي، مسؤول في لغتنا، في لغة الشريعة، مسؤول يعني سيقف امام الله، آتيه يوم القيامة فردا، فيحاسبه الله عز وجل على ما قدم. هذا هو مسؤول، فليعد لله جوابا. ولهذا كان بعض السلف يقول: إني ما تكلمت كلمة منذ 20 سنة، أو قيل في 40 سنة، ما تكلمت كلمة وإلا وأنا أجهز لها ردا إن سألني الله عنها. كان متربين على أن الإنسان لا يقول الكلمة، لا يفعل الفعل، لا يعني يقدم شيء حتى يعلم هل يقع في مرضات الله أم في سخطه. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع، يعني بدأ يذكر الدجال في كل تفاصيل التفاصيل، حتى ظنناه في طائفة النخل. بدي أبعد عن الموضوع، مذكرين لما تحدثنا عن شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها أنك لما تسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بدك تتخيل أنه هو قبالك وأن الرسول يحدث معك. يعني لما تسمع حديث الرسول تقعد تقول والله حديث ضعيف، لا يا اخي، في علم اسمه علم الحديث بيجي بيقول لك صحيح والضعيف. لما تعرف انه صحيح، لما تعرف انه صحيح، بدك تتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم قدامك يتحدث معك، مش الشيخ ولا امام المسجد ولا مش عارف الداعيه الفلان. لما يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخيل انه الرسول عليه الصلاه والسلام يتحدث معك. هذه واحد. ثانيا، الصحابه وصل فيهم تقديس الوحي، تعظيم الوحي، انه قلنا من وظائف الوحي انه يكشف لك الصوره الحقيقيه، التصور الحقيقي عن الاشياء. يعني ممكن ترى الذهب ويراه الرسول صلى الله عليه وسلم نارا، زي ما صار مع الصحابي الجليل الذي الرسول صلى الله عليه وسلم راه يعني يلبس خاتما من ذهب، فركض النبي صلى الله عليه وسلم اليه وانتزعه ورماه، خاتم من ذهب رماه على الارض. فقال له: ايعمد احدكم الى جمره من نار فيضعها في يده؟ الرسول شو شافها؟ شافها جمرة، ما شافهاش ذهب، لأنه يرى الأشياء على حقيقتها. الذهب في يد المرأة ذهب حلي مباح، ولكن الذهب في يد الرجل حرام، جمرة من النار. هذه رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لحقائق الأشياء. وإحنا لما نتحدث اليوم مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال للمؤمنين: تحترقون حتى إذا جاءت العصر غسلتها، ثم تحترقون حتى إذا جاءت الظهر غسلتها، إلى آخره. حديث ذكر الصلوات الخمس، شو يعني تحترقون؟ أنت مجرد أنك تغترف الذنب أنت تحترق، انت تحترق. فانت لما تغتسل تتوضا وتصلي لا يبقى من درنك شيء ولا يبقى منك شيء من الذنوب. فلازم ترى الامور على حقيقتها. الصحابي هنا وصل لهذه المرحله، حتى الصحابي اللي الرسول نزع الخاتم من يده والقاه، ظل اسمه ذهب ولا ما ظلش اسمه ذهب بالنسبه لصاحبه؟ بالنسبه للناس ايش قالوا له؟ خذ خاتمك، يعني خلص خذ الخاتم بيعه وديه لزوجتك عادي، مو من مالك، ولكن انت غلط انك حطيته في صباعك، ولكن اعطيه لاي حدا يعني ترى مناسب. قال: والله ما كنت اخذ شيئا قد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الادب، صار الذهب في نظره ايش؟ حجر، زي هالحجار مرمى على الارض. فراى الاشي على حقيقته. ليه؟ لانه هان في عين النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يهون شيء في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعظمه انا؟ فذهب وتركه وراح.
هي تربية الصحابي، هكذا تربوا على أن يروا الأشياء، يروا الأشياء على حقيقتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم، نرجع للحديث، بيتحدث عن الدجال، فبيقول الصحابي وهو يتحدث عن الدجال: خفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني كان بيتخبي بين النخلات اللي عجنبنا، حتى ظنناه في طائفة النخل. فلما رحنا، هذا طبعا غداتا يعني الصبح، فلما رحنا يعني رجعنا بالليل، عرف ذلك فينا. يعني صلاة الصبح حدثهم عن الدجال، رجعوا المغربيات على العشاء في الرواح شافهم مهمومين، فقال فعرف ذلك فينا. وهذا أيضا أدب من أدب النبي عليه الصلاة والسلام، إنه كان يعرف أحوال أصحابه من وجوههم، يعني بهم شو بيصير مع أصحابه. مرات تجي تلاقي صاحبك زعلان، يعني متضايق، طمن عليه، كل شو صار، شو معك، شو مالك، شو مصور، ليش كذا، طمن عليه. ففي ناس لا مش هم وخلص زعلان، يابا جاي 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 يضرب النبوز، هو يعني مش شايف حدا من متر وكذا. لا، فيش. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوته كان لما رآه مهمومين قال: فعرف ذلك فينا بدون ما يشكوله. فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني هملنا الهم، والدجال أعظم فتنة. فقال: غير الدجال أخف، يعني أخوفني عليكم، يعني بخاف عليكم من غير الدجال، غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. يعني مدام أنا عايش معكم، إذا طلع وأنا فيكم، إذا عيسى عليه الصلاة والسلام، طبعا الأنبياء درجات، والنبي عليه الصلاة والسلام هو خير الأنبياء وأعظم الأنبياء، إذا عيسى أول ما يراه الدجال يذوب كما يذوب الثلج، أو يرميه من بعيد فيقتله، أو حتى قيل يدعو عليه فيهلك، يعني في روايات. فالنبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أعظم من عيسى عليه الصلاة والسلام، فما بالك شو يعني شو يصير في الدجال لما يشوف الرسول اللي هو أعظم من عيسى. هذا واحد. فقال: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني تخافوش. ثم قال: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسي. هذا الحديث يدل على الباب، يعني إذا حصلت الفتن تستناش الرسول صلى الله عليه وسلم، تستناش حد يجي ينجيك من هذه الفتن. أنجو بنفسك ولذ بنفسك واشتروا أنفسكم كما قال صلى الله عليه وسلم. آخر حديث معنا عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. تحدث الله عز وجل معك، يكلمه ربه، فينظر أيمن منه، طلع يمينك فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. تخيل يمينك أعمالك الصالحة، شمالك أعمالك السيئة، وأمامك نار جهنم، وعندها ستكون أبغض الأمور إليك في حياتك، ستكون ذنوبك أبغض شيء في هذا الموقف، راح تجره جره العمى، تتمنى أنه تتقطع إربا، ولا أنك تشوف سيئاتك على شمالك، لأنك بالك جهنم، السيئة الواحدة تدخلك جهنم. آدم عليه الصلاة والسلام بذنب واحد أخرج من الجنة، وإبليس بسجدة واحدة تركها لعين، وقيل حتى حد السارق 3 دراهم، والزاني بمجرد أنه يدخل مقدمة ذكره في الزنا يقام عليه الحد، يعني يستوجب الحد، ولو لم يحصل شيء، لو ما زناش يعني للآخر. تخيل وين شاف هذه الأمور، ذكرها ابن القيم كتاب الفوائد: لا تستحقر الذنوب، لا تستحقر الذنوب، فنظر ينظر أيمن منه فيرى فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. نار عظيمة عظيمة، أتقيها بشق تمرة؟ نعم، لأن الله عز وجل يحب الإنفاق، يحب الإنفاق، ويحب أن الإنسان يعمل العمل اللي هو بتكرهه لنفسه. يعني أزيد إشي بتكرهه بجوز أنك تفرط المصاريف، صح؟ الناس تحب المصاري، ولكن في حال أنك تطلع مصاريك ونيتك إيش؟ يا رب نجي من هذه النار بهذه ولو بشق تمرة. قال: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة، فكيف إذا تصدق بأكثر من ذلك؟ ولكن العبرة إيش؟ عبرة بالنوايا. ولهذا قال: تقوا النار ولو بشق تمرة، يعني عندك سيئات تصدق. فهنا بتيجي برضو مسؤولية الإنسان إنه سيقف أمام الله يكلمه، بينه وبين الله ليس بينه وبينه ترجمان. من الأمور التي يجب الإنسان يراعيها مسألة إنه الإنسان يفضح نفسه. طبعا كل أمة معافى إلى المجاهرين، هذول المجاهرين اللي بهموش الناس دريوا فيه مدريوش، حتى لما وصف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني يبيت المرء يذنب ويستره الله ثم يصبح فيفضح نفسه، يبكي يذنب
بالليل رغم ستره، ثم يصبح يحدث الناس بما فعل فيفضح نفسه، هذا المجاهر. واليوم في كثير من المجاهرين، اليوم ناس صارت تعمل الذنب ولا يهمها انه والله الناس تطلع علي ولا لا، بطل يهم انه هذا ذنب، يلا مش مشكله ربنا غفور رحيم. ففي واحد من العلماء قال كثير منا يفضح نفسه حتى وهو مستور في الدنيا، قال لك هو مستور، لما يخلو بالذنوب ويستهين بالذنوب، خلينا نقول ذنوب الخلوات، ليش نقول اللي بجاهه الذي يستهين بذنوب الخلوات، يوم القيامه لما راح تنادى امام الناس مش هذه فضيحه؟ لما تحاسب امام الناس مش هذه فضيحه؟ لا يعني انت معك ضمان انه ربنا راح يسترك يوم القيامه؟ في حدا فينا معه ضمان انه انا راح اتحاسب لحالي؟ يعني بغض النظر هو قال آتيه يوم القيامة فردا وأنه سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، هذا لا يعني فقط موضوع الستر، هذا موضوع أنك أنت رح تحاسب على عملك مش على عمل غيرك، ولكن هل معك ضمان أنه يوم القيامة ستحاسب من غير أن تفضح؟ فيتقي الإنسان حتى ذنوب الخلوات ويجتهد في التوبة منها ويجتهد في دفعها بالأعمال الصالحة، فتكوا النار ولو بشق تمرة. ولكن في من الناس اللي الله عز وجل يحجبه، يعني في حديث، يعني حديث من أجمل الأحاديث، يعني خوفناكم ننرغبكم، حديث من أجمل الأحاديث يدل على رحمة الله عز وجل وحنانه بعبده سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام ينادى برجل يوم القيامة، قال فيجعل الله في كنفه، في كنفه، تخيل أنت معي أنا رداء، تخيل وجيت لفيتك في الرداء تبعي وقعدت أتحدث معك في سري ما حدا شايفنا، قال فيجعله في كنفه فيقول له، بعد ما خلص انه بني ادم ادرك انه من اهل الجنه ومع سيئات حسناته اكثر من سيئاته وكذا، فيقول له الم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فيقول نعم. الم تفعل كذا وكذا يوم كذا وكذا؟ فيقول نعم. ايه والله عز وجل يحدثه بذنوبه فحتى يظن انه هلك، فيقول الله سبحانه وتعالى سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. شايف هذول اللي شفنا بس ما شفتنيش على الميزان، هذه الامور اللي سترتها عليك في الدنيا اغفرها لك اليوم. فنسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يعافينا من ذنوب الخلوات، وان يسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، ونسال الله عز وجل ان يغفر ذنوبنا جميعا دقها وجلها وعلانيتها وسرها، ونسال الله عز وجل ان يجعلنا ممن ادى حق نفسه على نفسه وعلى غيره وقام بمسؤوليته تجاه نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، جزاكم الله خيرا.